وبشوف الاخبار ايه والدنيا والناس الناس اللي على السوشيال ميديا بيكتبوا ايه، الاهلاويه وغير الاهلاويه الحقيقه اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي برضو، عايز اعرف الناس بتكتب بتقول ايه. والحقيقه النهارده اللي لفت نظري ان بعد مباراه او بعد نهايه مباراه الهلال وبلاتينيوم اللي كانت في زيمبابوي وفوز نادي الهلال بهدف مقابل لا شيء، الناس كلها قالت لك ايه يا جماعه الوضع بقى صعب جدا، يا جماعه الوضع بقى صعب وخطر وموضوع ان الاهلي يكسب ده صعب ومش صعب، كلام من هذا القبيل، كلام كله كلام محبط. وطبعا انا متاكد ان كل اللي كاتبين هذا الكلام هم من لا يشجع النادي الاهلي او ينتموا لانديه اخرى ما بتشجعش النادي الاهلي، لان انا اعلم تماما ان جمهور النادي الاهلي لا يضع في حساباته شيء الا ان هو اي مباراه بتلعبها النادي الاهلي بيلعبها بيبقى عايز يكسب المباراه. فقعدت افكر الحقيقه، طيب هي الناس اللي بتتكلم وبتقول مثلا لو الاهلي كسب بلاتينيوم كانت الموضوع بقى اسهل، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، الناس اللي بتقول كده ناس مش عارفه الموضوع ماشي ازاي، ناس مش شايفه الموضوع ماشي ازاي. لو الاهلي كان كسب بلاتينيوم كان الاهلي دلوقتي زمانه عنده 9 نقاط والهلال عنده 9 نقاط بعد نتيجه النهارده والنجم عنده 9 نقاط. خلينا نمشي مع حضراتكم او للناس اللي كانت كاتبه هذا الكلام، خلينا نمشي مع حضراتكم للاخر. الاهلي كسب النجم بكره ان شاء الله بقى عنده 12 نقطه والهلال انا اسف الاهلي هيبقى عنده 9 نقاط وقبل مباراه بكره، ويكسب مباراه بكره هيبقى عنده 12 نقطه، وبالتالي هننتظر مباراة الهلال والأهلي في آخر مباراة. يعني إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا عم إسلام؟ هقول لحضراتكم، إحنا دلوقتي نادي الأهلي عنده 7 نقاط، عنده 7 نقاط، على اعتبار إن هو هيكسب أو كسب مباراة بلاتينيوم كان زمان هيبقى عنده كام دلوقتي؟ 9 نقاط، لأن هتشيل النقطة اللي هي بدل ما تقول 7 نقاط اللي هي نقطة التعادل هيبقوا كان عنده 6 ويكسب المباراة يبقى عنده 9 نقاط. طيب هيبقى هو 9، نادي الاهلي 9 نقاط، نادي الهلال السوداني بعد نتيجه النهارده هيبقى عنده 9 نقاط، نادي النجم الساحلي هيبقى عنده 9 نقاط. طلع بلاتينيوم بره الموضوع، عندك مباراه بكره مع النجم الساحلي، ان شاء الله النادي الاهلي يكسب هذه المباراه يبقى عنده 12 نقطه، ده على اعتبار ان النادي الاهلي كسب بلاتينيوم، خلاص يبقى النادي الاهلي هيوصل ل 12 نقطه ونادي الهلال عنده 9 نقاط. لو نادي الهلال كسب اخر مباراه الاهلي في السودان 1-0 يبقى الهلال هو اللي يصعد تاني مع النجم الساحلي، لان النجم الساحلي هيكسب بلاتينيوم او هيتعادل فخلاص هيوصل، النجم الساحلي هيوصل. فالناس بس اللي بتتكلم بهذا الشكل وبهذا الموضوع لازم تعرف ان الكلام اللي بتقوله ده كلام مش مظبوط. كده كده النادي الاهلي كان محتاج 4 نقاط في اخر مباراتين، 3 نقاط في النجم او نقطه في النجم و3 نقاط في الهلال، مباراه الهلال السوداني، او النادي الاهلي يكسب المباراتين ويصعد كاول عن هذه المجموعه. انا بس بوري حضراتكم ان مش مباراه واحده هي اللي هتفرق، لا، هي المجموعه دي صعبه، المجموعه دي نتائجها عكس بعض، يعني كل حاجه انت متوقعها، يعني انت متوقع الهلال يتغلب من النجم الساحلي في النجم الساحلي، الهلال كسب النجم الساحلي في النجم الساحلي، خلاص فقلب المجموعة، خلاص توقعنا ان الهلال هيكسب النجم الساحلي في السودان، لا العكس اللي حصل، النجم الساحلي كسب الهلال في السودان، وبالتالي المجموعة متشابكة للغاية. حتى لو النادي الاهلي كان كسب بلاتينيوم كنت محتاج على الاقل نقطة من مباراة الهلال، كده كده كنت هتروح مباراة الهلال يا إما هو يكسب ويصعد يا إما أنت تكسب أو تتعادل وتصعد. فالحقيقة الكلام اللي بيدور في هذا الموضوع هو كلام محبط ولا يدعو للتفاؤل من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، ولكن كل جمهور النادي، أنا بنظر بقى ببص هنا وببص هنا، لما باجي ببص بقى على جمهور النادي الأهلي ووقفته وتفاؤله الكبير اللي هو يقول لك يا جماعة مش فارقه معانا مباراه الهلال وبلاتينيوم، لانه في النهايه انت محتاج 4 نقاط على الاقل، على الاقل 3 نقاط بكره ونقطه يوم الهلال، 3 نقاط بكره ويوم الهلال 3 نقاط تانية، بكره نقطه ويوم الهلال 3 نقاط، المهم ان انت محتاج على الاقل 4 نقاط من ال6 نقاط القادمه. فعشان كده انا بقول لحضراتكم
خلينا نتفائل وخلينا نبص للموضوع بشكل احسن. النادي الاهلي افضل في كل شيء، النادي الاهلي افضل من النجم الساحلي، افضل من النجم الساحلي فنيا بشكل كبير، النادي الاهلي افضل من نادي الهلال، افضل من نادي الهلال بشكل كبير.